شلون نخسر الدهون بشهر رمضان المبارك؟ كثير من الناس خايفة انه يزيد وزنها بشهر رمضان، طبعا مع زيادة الحلويات، زيادة التجمعات، الاكل بوفرة، وهذا هو يلي بيأثر علينا سلبيا. نحن اذا بنحكي بالصيام المتقطع اللي هو رمضان، صوم 16 ساعة ونفطر بس 8 ساعات، واذا بنقسم وجباتنا بطريقة سليمة ونقسم انه الانسولين ما يرتفع عنا ويعمل بيك بعد وجبة الافطار مثلا او بعد كثير من الحلويات، هذا الشيء بيساعدنا ايجابيا انه ننزل وزننا، لانه نحن قاعدين بلا اكل لفتره مطوله خلال اليوم. فلما ناكل بس بويندو صغير اللي هو بس 8 ساعات، نحن بنقدر انه نتحكم بالسعرات الحراريه بطريقه سليمه، نتحكم بالنشويات بطريقه سليمه، نصغر المعده ونقلل الشهوه على الاكل وننزل وزننا بطريقه مثلى. رمضان فتره مميزه لنزول الوزن.